نتمنى لكم إن شاء الله عيد سعيد وعمر مديد والمزيد من النجاحات وأشياء جميلة في حياتكم إن شاء الله بمناسبة هذا العيد. عيدكم بصحة ولهنا يا أيضا قناة الحياة اللي نحبها ونحب ناسها أيضا. نقول لكم إن شاء الله صحايتكم يا شباب، طاقم رائع، طاقم شبابي في قناة الحياة، ما شاء الله عليكم. أتمنى لكم عيد سعيد وقبلة على جبين كل واحد فيكم. تحياتي لكم وإلى اللقاء قريبا إن شاء الله. صحة عيدكم، صحة عيد قناة الحياة وكاع المشرفين عليها وكاع اللي خدموا فيها، صحة عيد مشاهدين قناة الحياة. إن شاء الله كل عام وانتم بخير وكل عام إن شاء الله يلقاكم صحتكم وفرحانين. صحة عيدكم، تعيدوا بالصحة ولهنا إن شاء الله في حياتكم وفي حياة كامل عزاز عليكم. صحة عيدكم العائلة تاعي، العائلة الجزائرية كاع كيما راهم قناة الحياة، نتمنى إن شاء الله عام خير. نقول لكم صحة عيدكم، عيد جميع المسلمين، جميع الأمة المسلمة وجميع الناس. إن شاء الله اليوم هذا يكون يوم جميل لكل واحد، بزاف 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 البونور ونتحبوا كامل. كل الناس اللي يحبونا ونحبوهم صحة عيدكم، عيدكم صحة ولهنا كامل لزالجيريا المسلمين عامة وكامل. نقول لكم عيد مبارك، عيد مبارك لكل عائلة الحياة، كل عائلتي بالخصوص والعائلة الفنية ثانيا اللي هي عائلتي الكبيرة. شكرا. قناة الحياة وكم متابعين قناة الحياة، الجمهور الجزائري، نقول لكم صحة عيدكم، صحة عيد الجمهور الجزائري، الأمة العربية، الأمة الإسلامية عامة، وكل عام وانتم بألف خير. أنا نقول لهم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير لعقب العام الجاي إن شاء الله. صحة عيدكم كاع الأمة الجزائرية وكاع الشعب المسلم. السلام عليكم، معكم رميسة غزالي، حبيت نقول لكم صحة عيدكم، صحة عيد كامل الجمهور الجزائري ونتمنى لكم صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. السلام عليكم، معكم نورهان صغيط، صحة عيدكم إن شاء الله يجوز عليكم بالصحة ولهنا. صحة عيدكم لعقب العام الجاي إن شاء الله وتعيدوا بالصحة ولهنا ونحبكم بزاف. صحة عيدكم وعيدكم مبروك وينعاد بالهنا والخير إن شاء الله. نقول لكم لكل أمة الإسلامية نقولها صحة عيدك وعيدهم مبارك إن شاء الله، وربي يعدوا علينا بالخير ولعقوبة العام الماجي إن شاء الله، وكل عام حنا حيين ونشكر قناة الحياة. نقول لكم صحة عيدكم وتعيدوا بالصحة ولهنا إن شاء الله وكل عام وحنايا بخير. نتمنى عيد سعيد لكل الشعب الجزائري إن شاء الله يا ربي يعودوا علينا بالخير واليمن والبركة إن شاء الله يا ربي، الهنا والسعادة لكل العائلات الجزائرية. عيدكم سعيد مبارك وربي يحفظكم. صحة عيدكم، عيدكم مبارك بالصحة ولهنا، العقوبة العام الجاي وربي يكتر علينا الخير إن شاء الله. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير، جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله خارج الوطن وداخل الوطن. وعيد مبارك وكل عام والجزائر بخير إن شاء الله. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، تعيدوا تزيدوا إن شاء الله مع أحبابكم، ربي يرحم موتاكم. من لكم كل الصحة والهناء والسعادة والإنتاج والإنتاج والإنتاج، عيدكم مبارك. نقدم أحلى وأحر التهاني للشعب الجزائري وللأمة الإسلامية جمعة وكذلك لجمهوري والناس اللي يحبوني. نقول لكم كامل صحة عيدكم وكل عام إن شاء الله وانتم بألف خير. باسمي وباسم الأسرة الفنية نهني الشعب الجزائر ونقول له كل السنة وانت طيب إن شاء الله وكل عام وانت بخير. صحة عيدكم كاع الأمة الجزائرية، الأمة المسلمة، ونشكر قناة الحياة تيفي اللي فتحت لنا بيبانها، موت عليكم. سلام. السلام عليكم، معكم أحمد جميل غولي الجام، نقول لكم صحة عيدكم وكاع ناس قناة الحياة، راكم في القلب، وان لوف. نقول لهم صحة عيدكم إن شاء الله رمضان يجوز علينا بالصحة ولهنا وعيد مبارك وكل أيام سعيدة صباح الخير، أيام سعيدة صباح الخير، أيام سعيدة يا عزيز الروح يا وردة جديدة صباح الخير. عيدكم مبروك وكل عام وأنتم طيبين مع قناة الحياة لكل المشاهدين، تحياتي وقبولاتي. وبالنسبة للشعب الجزائري نقول له عيد الأضحى سعيد وكل عام وانتم بخير كل الشعب الجزائري وكل الأمة الإسلامية إن شاء الله. قناة الحياة نقول لكم صحة عيدكم وربي إن شاء الله يدوم خدمتكم وإن شاء الله يكبر شانكم، وشكرا على حضوركم، شكرا على وفائكم، فوالا من الحد لي صحة عيدكم. صحة عيدكم سي نورمال، صحة عيدكم الحياة، أون دي بون رولاسيون افيك جورناليست تاع الحياة وسي انسان ناسيونال، ونتمنى لها النجاح وطول العمر. نقول لهم عيدكم مبروك كل عام وانتم بخير ان شاء الله
وربي يدخل علينا وعليكم بالخير والصحة والهناء وبهما تمنيتوا. ربي يشافي مرضانا ويرحم موتانا وكل عام وإحنا بخير إن شاء الله. وحجاجنا اللي راهم في البيت المقدس الله يجيبهم خير على خير إن شاء الله، عودة ميمونة إن شاء الله. نقول لهم عيد مبروك إن شاء الله، عيد الأضحى إن شاء الله عيد مبروك على كل الجزائريين إن شاء الله يتعاد علينا بالخير والعافية، وإن شاء الله نبقوا دائما متحدين في الأمان يا رب. أنا نقول بمناسبة العيدين لأننا عيد الأضحى وعيد الاستقلال، رانا على أبواب عيد الاستقلال واليوم عيد الفنان، نقول للشعب الجزائري إن شاء الله يا ربي كل أيامنا أعياد، وإن شاء الله الجزائر تبقى فوق الريسان والجزائر تبقى وردة ونحافظوا عليها كما الناس ضحوا عليها، الشهداء ضحوا عليها، احنا لازمنا نضحيوا عليها باش بالعمل وثم العمل والازدهار لبلادنا باش هكا بلادنا تولي خير البلدان.